بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بارك في علوم شيخنا وانفع به وارفع قدره وأحسن إليه وزده يا رب سدادا وإحسانا وتوفيقا. اللهم اغفر للحاضرين وحقق لهم سؤلهم وأملهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال الشيخ الإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين في كتاب الحج، قال رحمه الله: وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحداً لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. وفي لفظ آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. زاد البخاري رحمه الله: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وأخرج مسلم رحمه الله عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. وفي رواية: يخطب بعرفات. وأخرج مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئا. وأخرج مسلم رحمه الله عن يعلى بن أمية قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات، يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وعنه أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغض ساعة، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وفي لفظ آخر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك. وفي لفظ آخر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك
وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. وفي رواية له غطيط قال أحسبه قال كغطيط البكر قال كغطيط البكر، الشك من الراوي. وقال البخاري رحمه الله اغسل عنك أثر الخلوق وأثر الصفرة. وقال ابن جريج قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغتسل 3 مرات؟ قال نعم. وللبخاري رحمه الله أيضا من حديث ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك 5 بقين من ذي القعدة. فقدم مكة 4 ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب فهي له حلال والطيب والثياب. وخرجه مختصرا في طريق وقال يحلق أو يقصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي عنوانه أو موسوم بالجمع، الجمع بين الصحيحين الذي صنفه الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي، فجمع فيه يعني بين الصحيحين، أتى بأحاديث الصحيحين كلا الصحيحين فجمع أحاديثهما في هذا الكتاب وسماه الجمع بين الصحيحين، ولم يقصد فقط أن الجمع بين الصحيحين الأحاديث الذي اتفق عليها الشيخان فقط، لا، هذا نوع من الأنواع التي ذكر في هذا الكتاب، لكنه لا أضاف إلى الأحاديث التي اتفق عليه الشيخان اللي يطلق عليه بأن نقول عليها متفق حديث متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، لم يقتصر على هذا النوع فقط، وإنما ذكر كذلك الأحاديث الذي انفرد بها أحد الشيخين عن الآخر، الذي انفرد به مسلم والذي انفرد مسلم عن البخاري والذي انفرد به البخاري أيضا عن مسلم يذكره كذلك في كتابه هذا. وصنيعه كما رأيتم بدأ أو طريقته أنه يبدأ بالحديث آخذا له أو موردا له من صحيح مسلم وليس من البخاري، يبدأ بمسلم أول رواية مسلم ثم يثني برواية البخاري إذا كان في يثني برواية البخاري إذا كان في فروق في الألفاظ أو زيادة كما بين ذلك في المقدمة أو زيادة فائدة أو نحو ذلك يذكرها يتبع الحديث بذكرها. لكن المشكلة أنه هذا خلاف الترتيب الذي ذكره الحافظ رحمه الله المصنف عبد الحق الإشبيلي، هذا مخالف أو غريب علينا نحن هنا في المشرق، لأن الذي عليه الجمهور وجمهور أهل العلم في المشرق هم الأغلبية يعني أغلب من أهل الحديث تقديم البخاري رحمه الله، تقديم البخاري من حيث الجلالة ومن حيث الصحة ومن حيث المنزلة ومن حيث أمور كثيرة، هذه لعلنا نتطرق فيها لها فيما بعد، الموازنة بين الصحيحين وتميز كل واحد منهما بميزات. فهذا يحدث شيئا من الإشكال، لكن على كل حال هو هذا رتب الكتاب هكذا، بدأ أو يبدأ في كل الكتاب من أول إلى آخر بأحاديث مسلم ويثني بعد ذلك بالبخاري، وهذا لعله تأثر منه بمذهب أو بطريقة المغاربة، طريقة المغاربة وهم أن يبدأون بمسلم أو يقدم مسلم، لكن الحق أنهم الذي يترجح أنهم ليس لا يقدمون مسلما من حيث الصحة على البخاري، لا يقدمونه من حيث حسن الصناعة،
لما يتميز به مسلم على البخاري من حسن الصناعة، فقلت لئن فاق البخاري صحة لقد فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم مرتب أكثر، ترتيب الصحيح سهل يعني في الترتيب، يورد الأحاديث أحاديث الباب كلها تقريبا أو جلها في موضع واحد، ولا يقطعها ويكررها كما يفعل البخاري إلا نادرا إلا نادرا. أما البخاري الإمام البخاري رحمه الله معروفة طريقته أنه يورد الأحاديث ويقطعها على حسب المواضع التي يذكرها في كتابه ليستنبط منها. التقطيع هذا قصد منه استنباط. الحديث فيه مثلا 7 فوائد أو 10 فوائد مثلا، فيأتي بالحديث يقرره في 7 مواضع في كل موضع يستل منه حكما أو فائدة. هذا السبب في تقطيع البخاري رحمه الله لأحاديث صحيحه. لكن يشكل على ذلك أن تكرار الأحاديث هذا قد يشتبه على بعض الناس، وحتى قالوا أن بعضهم بسبب هذا التكرار للأحاديث والتقطيع أنكر بعض الحفاظ أنكر أن هذا الحديث في صحيح البخاري وهو فيه موجود في صحيح البخاري مع أنه حافظ، يعني فيها شيء من التشويش، يعني شيء من التشويش لغير المشتغل بالكتاب. أما المشتغل بصحيح البخاري يعني هذا الأمر عنده سهل سيان، ما يشكل عنده أي مشكلة. فالمقصود أن المصنف رحمه الله إنما صنع هذا وهو أنه يذكر الحديث أولا من صحيح مسلم، في الغالب أن ذلك تأثر أن هذا بمثابة أو سببه تأثره بمنهج المغاربة. المغاربة يبدأون بمسلم ثم يثنون بالبخاري لهذا السبب كما قلت لكم، لحسن الصناعة. مسلم مرتب ترتيبه أكثر من البخاري، يروي الحديث كلاهما في منزلة عالية. ما في هذا ليس طعنا طبعا في صحيح البخاري، إنما بيان لمنهج كل واحد منهما. واحد يقطع الأحاديث حتى يستنبط من في كل موضع، يذكرها في مواضع متفرقة حتى يستنبط في كل موضع حكما غير الذي في الموضع الآخر، لأن التراجم أو الفقه، فقه البخاري في تراجمه كما قالوا، ففي كل ترجمة فيها أو في غالب التراجم فيها أحكام فقه، وهذا يقتضي أن يكرر الحديث في كل مكان. أما مسلم ليس فيه تبويب، مسلم ليس فيه أبواب، ليس فيه فقط إلا الكتب، يعني كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، وهكذا. الأبواب ما في أبواب، فيورد الأحاديث في كتاب الحج يسردها سرا هكذا بدون تبويب كما هو المشهور. وبعضهم قال أن هناك في نسخة يعني ما هي ليست مشهورة معروفة، واطلع عليها القاضي عياض رحمه الله وغيره من صحيح مسلم فيها تبويب، لكن هذا ليس مشهورا عند أهل العلم وليس معروفا. هذا قول قيل، المشهور والمعروف أن التبويب الذي في صحيح مسلم هو من صنع الشارح الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي لما شرح صحيح مسلم بوب تبويب من عنده، هو الذي صنع الأبواب. هذا هو المعروف والمشهور عند أهل العلم. وكذلك من اختصر صحيح مسلم أيضا كالقرطبي، كأبي العباس القرطبي، ترجم التراجم هذه ليست من صنع مسلم وإنما من صنع أبي العباس القرطبي. التبويب باب كذا، باب هل يقال فلان شهيد، باب قول الرجل والله ما صلينا إلى آخر التبويب كما في 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 شأن صحيح البخاري. المهم أن المعروف أن والمشهور والمتواتر والمعروف أن مسلما لم يبوب صحيحه، إنما فيه الكتب فقط. وهنا لهذا لما بدأ في كتاب الحج سرد الأحاديث مبتدئا بماذا؟ المصنف يعني الحافظ عبد الحق ذكر على طول، دخل على موضوع ما يلبسه الحاج وما يلبسه. هذا أيضا متابعة للإمام مسلم، لأنه هكذا مسلم رحمه الله هكذا سرد الأحاديث بهذه الطريقة. يعني بدأ كتاب الحج قال كتاب الحج، ثم ذكر الحديث هذا هو حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله ما يلبس المحرم، والرواية الأخرى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، أجاب بما لا يلبسه. لكن البخاري رحمه الله، الإمام البخاري لم يبدأ بهذا، إنما بدأ بعد 3 أبواب، ذكر 3 أبواب
في وجوب الحج وفرضيته وما ثلاثة أبواب. ثم الرابع قال باب فضل الحج المبرور، هذا في صحيح البخاري. الباب الرابع من كتاب الحج في صحيح الإمام البخاري قال باب فضل الحج المبرور، باب فضل الحج المبرور، يعني هذا في الباب الرابع، يعني يعتبر في البداية أيضا، في بداية الكتاب يعني. لكن هنا الذي جمع بين الصحيحين وهو الحافظ عبد الحق تابع الإمام مسلم، لأنه يجمع بين حديثه بين حديثه وحديث الإمام البخاري مبتدئا بمن بمسلم، فهو ما أمامه إلا هذا، يعني لا يستطيع أن يصنع غير هذا. مدام مسلم بدأ هكذا بهذا الحديث، وهو ما لا يلبسه ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، كل الاثنين مدام بدأ مسلم بهذا فهو يتابعه، لأنه يبدأ بإيراد الحديث من صحيح مسلم، ثم بعد ذلك يثني بالبخاري إذا كان البخاري قد اتفق على رواية هذا الحديث مع مسلم رحمه الله، ويذكر الرواية الأخرى إذا فيها زيادة فائدة أو فيها اختلاف في الألفاظ أو كذلك، يتبع الحديث بعدما يريده. فالمشهور والمعتاد والمعروف عند أهل العلم أنه لما يبدأ بكتاب الحج مثلا يبدأ بالكلام على فضل الحج وفضل الحج المبرور بالذات وما يتعلق بذلك، فضيلة وإيجاب الحج كونه ركنا من أركان الإسلام وأنه واجب على كل مسلم، وهكذا يبدأ بالأحاديث المتعلقة بهذا ما يبدأ بغيره، يبدأ بالأحاديث الواردة في فضل الحج والعمرة، في فضل الحج والعمرة وإيجاب أن الحج واجب أو ركن من أركان الإسلام، يورد الأحاديث التي يعني تحل بذلك، أو يتكلم عن أحكام هذا إذا كان في كتب الفقه. أما كتب الحديث يبدأ بفضل الحج، هذا غالبا يعني في الغالب يبدأ بإيراد الأحاديث التي تتعلق بفضل الحج وثواب الحاج وثواب المعتمر وهكذا، وكذلك على إيجاب الأحاديث الواردة في إيجاب الحج أنه واجب أو ركن من أركان الإسلام، كذلك يورد الأحاديث. فإذا لابد قبل الكلام على ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه لابد من الكلام على هذا، فنقول أن الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وعند أهل اللغة. والخليل بن أحمد رحمه الله عرفه أو زاد على ذلك بأن قال هو قصد، كثرة قصد لمعظم، ما اقتصر على القصد، قال قصد كثرة قصد أو كثرة القصد لمعظم، يعني جعل فيه وصفين، ما هو قصد بس، إنما قال كثرة القصد يعني مكرر، يكرر القصد. هذا عند الخليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة، قال القصد الحج ليس القصد فقط، ولكنه كثرة القصد لمعظم، لشيء معظم، زي مثل الكعبة مثلا، لذلك قال بأنها قال بعض الشراح بأن هذا الحج بعد ذلك اقتصر، المعنى هذا اقتصر على المناسك فقط، ما يستعمل الحج إلا في المناسك فقط، لكن من ناحية الاستقاق اللغوي هذا معنى، من ناحية اللغة هذا معنى، إما القصد وإما كما قال الخليل بن أحمد كثرة القصد إلى معظم، في صفتين، كثرة قصد كثير يعني متكرر، والمقصود يكون معظما، ما هو قصد أي شيء، يعني ما يقول قصد الحج قصد بلد معينة أو غير مكة يعني مثلا، أو لا، قصد معظم وهو البيت الحرام، وفي الاصطلاح هو قصد البيت الحرام، قصد مكة أو قصد البيت الحرام بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة أو بأعمال مخصوصة، هي الأعمال المناسك، أعمال المناسك في زمن مخصوص، أشهر الحج، شهر ذي الحجة معروف، تبدأ الحج في زمن محدد، ما هو الحج ما هو طول السنة، الحج له وقت محدد، إذا لم تأتي بالحج في زمنه فاتك الحج، ليس كالعمرة، يعني العمرة طبعا يصح
في 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 غير أشهر الحج، في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. فالمهم أنه قصد مكة أو قصد البيت الحرام بأعمال مخصوصة، يعني بأن يعمل أعمالا مخصوصة في قصده هذا للبيت الحرام في زمن مخصوص، هذا في الاصطلاح. وهو ركن من أركان الإسلام، واجب على كل مكلف، ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان: العمرة إلى العمرة، حديث أبي هريرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بين، لا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله، هذا في فضل الحج، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا الذي اتفق عليه الشيخان: بني الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. في بعض روايات أكثر على تقديم الحج، وفي بعضها تقديم الصيام كما هو المعروف: صوم رمضان والحج. وفي حديث آخر أيضا أخرجه مسلم رحمه الله أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم أو قد كتب عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم أو كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل في بعض الروايات الأخرى أنه الأقرع ابن حابس، أن الرجل السائل هذا هو الأقرع بن حابس. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فردد السؤال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كرر السؤال ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم، يعني كان الحج كل عام، نعم كل عام، لأصبح واجبا عليكم كل عام ولما استطعتم، حتصير في مشقة وكلفة شديدة. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا قالوا أن النهي أقوى من الأمر، لأنه ما نهي خلاص ترك نهائي، أما الأمر في مرتبط أقترن بالاستطاعة كالحج: من استطاع إليه سبيلا. وإنما يجب الحج في العمر مرة واحدة، الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لدلالة الحديث الصحيح السابق هذا الذي ذكرته الآن على ذلك، أنه مر في العمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة بعد البعثة، حجة واحدة صلى الله عليه وسلم. فإنما يجب في العمر مرة واحدة. وأما يعني الوجوب هذا لابد فيه من شروط، لابد من توفر شروط ليكون الحج واجبا على من توفر فيه شروط، وهي خمسة شروط: الإسلام، الشرط الأول الإسلام، والبلوغ، الشرط الثاني البلوغ يكون بالغا، والعقل فلا يجب على مجنون، والحرية لا يجب على عبد، والاستطاعة فلا يجب على عاجز أو غير مستطيع. فالإسلام، الكافر لا يجب عليه الحج، الكافر لا يجب عليه الحج، ولو حج الكافر يصح حجه ولا ما يصح؟ فرض الحج، هو كافر، حج وهو كافر، بأي صفة يصح حج؟ لا يصح منه، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحج أو وجوب، شرط من شروط الوجوب. وكذلك البلوغ، البالغ المسلم العاقل البالغ. المجنون، إذا المجنون لا يجب عليه الحج لأنه لا تجب عليه تكاليف الشرع كلها، ما هو من أهل التكليف، ليس من أهل التكليف، مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم من المجنون حتى يفيق. المجنون هذا غير مكلف، ليس من أهل التكليف.
والبلوغ، الشرط الثالث البلوغ، البالغ البالغ الذي بلغ سن التكليف سن الحنث وهي 15 عاما أو حصل منه الإنبات أو احتلم أو حصل منه احتلام. المهم البالغ يجب على الحج، لكن غير البالغ الصبي الصغير، الصبي الصغير إذا حج، طفل صغير عمره سنة أو سنتين إذا حجت به أمه أو والده يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، يصح الحج، لكن يصح حجه، لكن لا بد أن يحج حجة الفريضة، يعني ما تسقط عن حجة الفريضة. لما روى مسلم أيضا، لما روى مسلم رحمه الله أن امرأة في حجة الوداع، يعني امرأة رفعت طفلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج، هذا له حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فيصح حجه لكن لا يسقط عنه حج الفريضة، إذا بلغ لابد أن يحج حجة الفريضة، فيصح حج الصبي لكن لا يسقط عنه حج. والعبد كذلك. في الشرط الرابع الحرية، الشرط الرابع أن يكون الحاج حرا، لكن العبد لا يجب عليه. فإذا مثلا العبد أذن له سيده المنع لأنه لحق سيده، الحج لا يجب على العبد وجوبه على الحر لحق سيده، لكن لو أذن له سيده وحج يصح حجه كذلك، لكن لا يسقط عنه حجة الفريضة أيضا كالصبي. يصح حج العبد أيضا إذا أذن له سيده، ولكن لا يسقط عنه حج الفريضة أيضا، هذا بإجماع أهل العلم. الصبي بإجماعهم على أن الصبي لا بد أن يحج حجة الإسلام ولا تسقط عنه حجة الحجة التي حجها وهو طفل، وكذلك العبد. فبإجماع العلماء هذا محل إجماع بينهم أنه لا بد للصبي أن يحج حجة إذا بلغ، وكذلك العبد لا بد أن يحج حجة الإسلام كذلك، ولا تجزئه الحجة التي حجها وهو في حالة الرق، في حالة الرق. ولورود حديث بذلك، لورود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج قبل أن يبلغ أو قبل الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه حجة أخرى. يعني الحديث له ألفاظ متعددة، هذا أحد هذه الألفاظ، هذا لفظ مختصر وفي ألفاظ أطول من هذا. هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما، ومختلف فيه بين في رفعه أو وقفه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس. لكن الذي بيّنه العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، في كتابه إرواء الغليل، أن كلا الإسنادين أو كلا الحديثين سواء كان موقوفا أو مرفوعا ورد بإسناد صحيح، يعني الحديث الموقوف على ابن عباس صح إسناده، والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى صح كذلك. يعني ما في مشكلة، سواء لو قلت أنه من قول ابن عباس فصحيح، لو قلت أن هذا كلام ابن عباس صحيح، الإسناد إلى ابن عباس صحيح كما بيّنه صاحب إرواء الغليل رحمه الله وغيره من أهل العلم. وإذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فأيضا كلامك صحيح، لأنه صح مرفوعا وموقوفا، صح مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلوات الله وسلامه عليه، وصح عن ابن عباس أيضا أن قال نفس الكلام الذي ورد عن النبي مرفوعا قاله كذلك ابن عباس كالتأكيد يعني لهذا القول، أو أنه كفتوى مثلا. واحد سأل ابن عباس عن هذا فأفتاه بدون أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فأصبحت مثل الفتوى، أشبه بفتوى. المهم أن الموقوف والمرفوع كلاهما صحيح، صحيح الإسناد، صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، وصح إسناده إلى ابن عباس من قوله فهذا موقوف على ابن عباس، فما في إشكال سواء قلنا أنه من قول ابن عباس أو أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلا القولين صحيح لأنه صح الإسناد إليهما، صح مرفوعا وصح موقوفا. وأما فضل الحج فوردت فيه أحاديث أيضا كثيرة ذكرها الإمام البخاري ومسلم أيضا ذكرها، لكن كما قلت لم يبدأ بها الحافظ عبد الحق في هذا الجمع بين الصحيحين، تبعا لمسلم أيضا،
تبعا للإمام مسلم، أنه ما بدأ بها مسلم، ما بدأ بها الحديث الذي فضل الحج، وإنما بدأ بالأحاديث التي يعني هذا الحديث الذي عندنا عن ابن عمر عن 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 ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كذا ويلبس لا يلبس، يعني الذي في الروايات المتعددة الحديث أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس، يعني السؤال عن 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 الذي يلبسه المحرم، والجواب إيش؟ الجواب عن ما لا يلبسه، والسبب عن ما لا يلبسه. السائل يقول ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبسه، السبب أن ما لا يلبسه محصور، الذي لا يلبسه المحرم محصور يعني معدود قليل، وأما ما يلبسه فكثير، فلذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصور، أجابه بما لا يلبسه، ولأن هذا هو اللي تعين العناية به، لأنه إذا لبس ما لم يلتزم بهذا المحظور، فلبس مثلا مخيطا فأتى معنى ذلك بمحظور من محظورات الإحرام، ولذلك كان تقديم ما لا يلبسه على ما يلبسه هو الأهم، ولأنه محصور أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصور القليل الذي لا يلبسه المحرم أقل بكثير مما يلبسه، ولذلك أجاب بالقليل. وقالوا أنه صلى الله عليه وسلم أشار بالقمص على المخيط، أشار على بالقميص الشيء المخيط الذي يحيط بالبدن، وبالعمائم على غطى الرأس، العمائم على غطى الرأس، يعني حتى لو شيء آخر غير العمامة غطى الرأس كذلك يدخل في المنهي عنه، لكن هذه إشارة إلى ما يغطي الرأس. العمامة تغطي الرأس، لا ما لبس عمامة حتى الغطرة هذه، نفس الشيء لأنها غطاء للرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار هذا مثل على مثل، لأن هذا هو الشائع في ذلك الوقت، فالعمائم أشار بها إلى ما يغطي الرأس، والقمص أشار بها إلى ما من المخيط الذي يحيط بالبدن كالثوب والقميص والجبة وغير ذلك، والساري الألبسة يلبسها المسلمون في بلادهم المختلفة التي يخيطونها على قدر البدن، كلها تدخل في إيش؟ في القمص، تابعة للقمص، أشار بالقمص إليها، إلى كل يعني مخيط ومحيط، مخيط يعني خياطة، محيط يعني يحيط بالبدن، محيط يحيط بالبدن، والسراويلات كذلك إلى ما إيش أيضا كذلك بالمخيط الذي يحيط، والبرانس والخفاف أيضا ما يغطي القدم الذي يغطي القدم الخف. فالمهم أن هذا صنيع الحافظ، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، على اللي هي المحظورات الإحرام بالنسبة لللباس، بالنسبة للباس ما يلبس العمائم، ما يلبس القمص، لا يلبس الخفاف، لا يلبس وما يتعلق بالفدية وما يتعلق بذلك، لكن هذه إشارة أو تقديم موجز لهذا الباب أو لهذا المعنى، وبيان أن المصنف رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث أول حديث في كتاب الحج تبعا لمن لصاحب الأصل الذي يجمع أحاديثه مع حديث البخاري وهو مسلم، فهكذا مسلم صنيع مسلم، هذا إذا رجعتم إلى صحيح مسلم تجدون هكذا كتاب الحج، ثم ذكر الحديث طبعا بإسناده مسلم إلى ابن عمر، إسناد مسلم إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلا بد للجمع للمصنف في الجمع بين الصحيحين أن يتابع من يجمع حديثه، فيتابع مسلم لنقولنا يبدأ به كما قلنا، فذكر الأحاديث من صحيح الحديث من صحيح مسلم. وأما الأحاديث التي في فضل الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي اتفق عليه أيضا الشيخان، هذا سيأتي بعد أبواب كثيرة جدا هنا عندنا سيأتي، مع أن كان الأحسن والأولى أن يبدأ به، لكن كما قلنا إنما هو تابع مسلما رحمه الله، ومسلم إنما صنع هذا، يعني بدأ في كتاب الحج بهذا الحديث، وفي هذا القدر كفاية اليوم إن شاء الله تعالى. فاللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا،
وزدنا علما، ولا تجعل ما علمنا حجة علينا، واجعله حجة لنا، واجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وارزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.